بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم نشهد حفل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الآفة اللي نالت من كل الشعوب ونالت من كل الأوطان، اليوم نلتقي لنعيد إلى أذهان الناس ولنجدد إصرارنا وتأكيدنا على مكافحة هذه الآفة. بالمناسبة هذا اليوم وإحياء مثل هذه الاحتفالية في هذا اليوم تحديدا، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كان بناء أو جاء بناء على مقترح كان في ذلك الوقت من الوفد الليبي اللي أقترح أن يكون فيه يوم عالمي لمكافحة هذه الآفة، وتمت الموافقة من كل الدول اللي كانت مساهمة في 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 المنظمة، واعتمد هذا اليوم بناء على مقترح من القادة الليبيين في ذلك الوقت. مكافحة المخدرات نكافحها لأنها دائما إساءتها واضحة، دائما مرتبطة بالأفعال المشينة، دائما تهز أوضاع وأركان المجتمع. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا وكذلك المسؤولين على أعمال هذا الجهاز والمنتسبي هذا الجهاز اللي اليوم تقدم لهم بالشكر والثناء الكبير لما يقومون به من أعمال واضحة وجليلة وكبيرة، وما يتحملونه من مصاعب وما يواجهونه أيضا من مخاطر في سبيل القبض ومتابعة المجرمين ومن يروج لاستعمال هذه المكافحة هذه الآفة. ندعو الله أن يقي شبابنا وبلادنا من هذه الآفة، ونتمنى التقدم ونتمنى التوفيق لكل منتسبي وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص منتسبي جهاز مكافحة المخدرات لمتابعتهم ولمقاومتهم لانتشار هذه الآفة. شكرا وبارك الله فيكم. شكرا.